المسيح سيدنا الشيخ مسؤول التطوير بشركه باير سيمنز العالميه اللي بتعتبر شريك دائم مستدام لشركه يونيفيرس مصر سامي تريد. النهارده يكلمنا عن التكريم اللي حصل او شركه يونيفيرس كرمت شركه باير سيمنز الشخص المهندس حسين النهارده على مشوار العمل المتكامل معاها، وكمان هيكلمنا على الشراكه التجاريه المستمره مع شركه يونيفيرس مصر. اهلا وسهلا فيك يا فندم. تكريم النهارده والله دي حاجه مش جديده على شركه يونيفيرس مصر سام تريد. احنا الاول بشكر شركه يونيفيرس مصر سام تريد على التكريم ده. احنا في شراكه قويه بيننا وبين شركه يونيفيرس سام تريد كباير سيمنس اكتر من 40 سنه. الشراكه دايما مبنيه على ان احنا على نقل المعلومات دايما ونشوف السوق محتاج احتياجات السوق كلها. الحمد لله دايما متواجدين في احنا الاثنين كشراكه موجودين على الارض مع عند العملاء عند المزارع. فمن كتر من كل الشراكه دي في الاخر انها بتدي تثمر النجاح. دايما بنحافظ على النجاحات اللي احنا وصلنا لها ودايما بنحاول ندخل حاجات جديده للسوق. على الشراكة دي لازم ان احنا نكون دايما مستمرين فيها بيدخل حاجات جديدة. طبعا احنا النهاردة عندنا 40 سنة شراكة تجارية مع يونيفيرس مصر سامي تريد. الحقيقة طب ازاي العلاقة دي مستدامة وازاي قدرت تكمل النهاردة؟ دايما بالتواجد الناس الشباب الفريق الهايل لشركة يونيفيرس مصر سامي تريد. دايما في كل ايفنت في كل حاجة مع بعض احنا معاهم على الارض دايما. دايما بننقل خبرات لبعض. لو في اي حاجه عن السوق لازم يكون دايما دراسه السوق حتى دايما مع بعض عارفين ايه الاحتياجات ايه المتطلبات اللي احنا عايزين نعملها ايه الاحتياجات السوق محتاج ايه. ودايما هدفنا الاساسي دايما المزارع علشان نقدر نوصل بيه لاحسن عائد مادي مع اقل مساحات مع مع اقل تكاليف. طبعا التطوير اللي احنا بنشهده النهارده في يونيفيرس مصر سامي تريد هيحقق عوائد كمان على شركه التجاريه مع باير سيمنز. تمام. وده دايما علشان خاطر نوصل لده دايما بيدخل حاجات جديده باصناف جديده. وده احنا دايما شغالين على الحته ديت بالفريق الابحاث شغالين على ادخال اصناف جديده سواء طماطم واخيرا ومؤخرا عندنا صنف طماطم صيفي اسمه ريد جايدا. ده كان اخر الحاجات الجديده اللي عندنا وان شاء الله في الايام في خلال الفترات القادمه يكون في حاجات احدث كمان. احنا متوقعين نلاقي ان في ديجيتال اي كوميرس كمان ممكن توصل ريد جايدا للمزارع او توصل الحلول للشركات العالميه للمزارع. هل المستقبل ده قريب ولا لسه شويه؟ ان شاء الله. انا شايف حتى كيونيفيرس مصر شغالين برضو على الديجيتال اكتر واحنا بنفس الطريقه بنحاول عندنا صفحه على الفيسبوك نفس الكلام بنحاول نوصل على اليوتيوب نفس الكلام ان احنا ندي ده لسه احنا شغالين دايما على ده ان احنا نحاول نطور الحاجات دي اكتر واكتر علشان خاطر نوصل بيها للدعم المزارع. مهندس حسين الشيخ مسؤول التطوير بشركه باير سيمنز العالميه الحقيقه بنشكر على هذا اللقاء وكمان بنتمنى لهم استدامه التعاون اكتر من 50 او 40 سنه مع يونيفيرس مصر سامي تريد. شكرا. شكرا لك.